مشاهدينا، ولتفاصيل أكثر عن الوضع الوبائي في المملكة معنا عبر الهاتف عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي. أهلا بك دكتور بسام. دكتور بسام، يعني اليوم تم تسجيل أعلى نسبة فحوصات إيجابية خلال هذا العام، ما هي المؤشرات لذلك؟ يعني كما هو معروف احنا بنطلع على أعداد الإصابات، بجوز عدد الإصابات نزل عن 2000 اللي كان امبارح وأول امبارح، يعني سجلنا 1680 إصابة، لكن الملاحظ بأنه نسبة الفحوصات الإيجابية تجاوزت 10%، وهذا يعني إحنا ما كنا نتوقع، لكن له أسباب. أنك أنت زي ما حكينا بننظر ليوم واحد، واليوم الواحد مو مطلوب، لازم تأخذ المعدل لأسبوع لأسبوعين حتى أنت تكون في السليم، لكن واضح أنه هناك زيادة ملحوظة عن نهاية العام. يعني في الست أسابيع، إحنا باليوم بالأسبوع السابع في السنة الجديدة، هناك تذبذب في معدلات الإيجابيات، يعني تراوح بين 6 ووصل في أعلى 10. طبعا الفحوصات اللي هي تتم سواء كانت عشوائية أو من مخالطين أو إحنا يعني بناخذها بحيث نؤكد للسلالات الجديدة أو من المستشفيات، وإذا شفت أنت في فصل اليوم كان يعني ثلج، وامبارح كان درجات حرارة متدنية. نعم دكتور بسام، يعني بخصوص هذا الموضوع تحديدا، يعني نظرا للمنخفض الجوي الذي أثر مساء أمس ويوم أمس عفوا واليوم أيضا على المملكة، يعني كان هناك من يتوقع بأن تقل نسبة يعني الإيجابية في الفحوصات بفيروس كورونا، ألم يساعد ذلك؟ هي إذا لاحظت قلت، يعني قلت نسبة أعداد الإصابات. نعم، يعني إحنا فحصنا اليوم 16,000 مقارنة بمبارح، أول مبارح وصل 30,000، لكن في فصل زي هيك، في موسم زي هيك، في يوم ماطر زي هيك وثلجي، بجوز الدفاع المدني شفت أنه نقل أكثر من 120 حالي للمستشفيات، يعني شكت من أعراض لجهاز تنفسي. كل هذا الحكي بينعكس، فأنت على يوم واحد لا يمكن القياس، وعادة في نهاية الأسبوع إحنا الخميس، وكيف به إذا كان ماطرا وفي ثلج، فمعناته الإصابات قلت ولا يمكن القياس عليه. خلينا احنا نتطلع زي ما قلنا بكره نهايه الاسبوع السابع، وبالمعدل قد تكون في زياده، واضح انه لا يمكن تكون في مجملها من السبت للجمعه اقل من 6 أو 7، وبناء عليه انه في زياده ملحوظه. هذا عشان احنا ننزل هذه الايجابيات ونعود الى ما كنا عليه في بدايه العام. الاجراءات التي تمت هي الاساس، في اجراءات هلا تجديد على الناس. دكتور بسام، يعني انا ساسال عن هذه الاجراءات، يعني يوم غد هو يوم الحسم بخصوص اذا ما كان سيكون هناك توصيات جديده للتعامل مع فيروس كورونا في المملكه، لكن اذا ما تحدثنا عن الست ايام، يعني الست ايام اللي مروا دكتور، نعم، توصياتكم الان كيف ستكون وما هي؟ يعني هي الكل سواء لجنة الأوبئة أو الحكومة أو وزارة الصحة اللي هي القرار بيدها تتطلع إلى المعدلات الإيجابية، بتتطلع إلى قديش دخل مستشفياتنا. يعني بجوز إذا لاحظت أنت أنه أصبحت الحالات النشطة حوالي 20,000، وهذا يدل على أنه صار عندنا أعداد في المستشفيات، بغض النظر أنها شديدة أو متوسطة، الأمر لا يزال معدلات الإشغال في أسرة العزل وفي أسرة العناية الحثيثة والذين يحتاجون إلى أجهزة التنفس لا زالت يعني ليست مغلقة، وهذا الوضع. حتى الوفيات لما نسجل 9 و10 و12 ليست يعني مقارنة بالوفيات السابقة أقل بكثير، هذا برضو عامل إيجابي. لنتطلع أنه السلالة كما حكينا أنه برضو سجلت أرقام، قد يكون السلالة لها تأثير في أعدادها، يعني زادت من أعداد الإصابات، الأمر الذي يجب علينا أن ننتظر لبكرة، وقد يكون يمتد ذلك إلى الأسبوع القادم، لأنه في حصلت يعني من الإجراءات تراخي فيها الناس، مناظر أنه كانت حتى إحنا تعودنا في أنه يعني الغريب أنك بالتهافت على الخبز، تهافت على المحلات الاقتصادية، كل هذا الحكي بيلعب دور ما بتقدر تقيسه في يوم ويومين. لكن إحنا زي ما تفضلت ستؤخذ الأمور بعناية،
وسيتم تدقيق على الوضع الوبائي القائم في خلال الأسبوع اللي فات والأسبوع القادم، بحيث أنه أي إجراءات لازلنا إحنا نتطلع إلى هذه الإجراءات التي اتخذت من الحكومة كانت مهمة عشان تكسر هيك أمور وتخفض نسبة، تحتاج برضو إلى أسبوع أو 10 أيام أخرى عشان تتطلع إلى تقييم نهائي لوضعك في الأسبوعين اللي أنت فيه. جيد دكتور بسام، يعني لابد أن أسأل، أنت تحدثت عن 20,000 حالة نشطة الآن في المملكة الأردنية الهاشمية بفيروس كورونا، وأيضا تحدثت بخصوص السلالة الجديدة المنتشرة في المملكة، ولربما هي أيضا من ساهم بنشر فيروس كورونا يعني على مستوى أعلى. دكتور، إذا ما تحدثنا بخصوص 20,000، كم عدد الحالات المصابة الآن بالسلالة الجديدة في المملكة إذا كان عندك أرقام؟ يعني هو الرقم الأخير الذي أعلن هو 3500 قبل أسبوع، لكن لكن طبعا إحنا ما بنرصد هذه السلالة لوحدها، يعني إذا بتلاحظ هي بتدخل ضمن الأعداد الرئيسية لأنه لا زالت هي ليست مسببا رئيسيا لمرض آخر، هي نوع من أنواع أو طفرة من أنواع الكوفيد 19، وبناء عليه حتى 3500 ولو زاد العدد وقد يزيد هو بكون ضمن 16,000 ال 1600 اللي حكينا عليهم اليوم، وال 2300 اللي حكينا عليهم امس، وال 2400 اللي حكينا عليهم قبل امس، وهكذا. فمعناته هي ليست لها خصوصيه لا بالاجراءات الصحيه ولا باي شيء الا بارتداء الكمامه والاجراءات العامه، وبناء عليه اذا لاحظت وزاره الداخليه لانه احنا وياهم معنيين بمراقبه العزل المنزلي. نعم. الناس الذين أصيبوا ضمن الحالات النشطة وكان في مخالفين لناس هذولا بشكل خطر برضو، يعني للأسف خطر طبعا. إنه هم بكونوا في الأسواق ويتجولوا دون أن يعلم عنهم أحد، وبذلك الرصد الأمني والرصد الوبائي هو جابهم، وبناء عليه الكل بتحمل مسؤولية. إذن المشاركة المسؤولية إحنا معناته بنعمل أشياء ما رح تخلي منحنان الوبائي بالنازل. نعم. هذا الأمر الذي يزعجنا ويقلقنا، وتضطر الحكومة تأخذ إجراءات يعني إلى الخلف مش للأمام. فعشان هيك أنا بشد على إيد الناس إنه نكون كلنا كتلة واحدة، يعني لازم حل. لما نقول إحنا الأسبوع اللي فات كان عندنا 12,000 الحالات النشطة، لما نقول 20 معناته صار ضغط على خدماتنا الصحية، صارت الناس تكون في المنازل اللي ما عندهاش أعراض أكثر، صار في عندنا سلالات جديدة برضو بتنعزل بطريقة مختلفة وبتنحجر. كل يعني في أكثر من واجب للجهات الصحية ولوزارة الصحة بحيث أن احنا نتابع هذا الكلام. دكتور بسام، بسؤال أخير تفضلت، يعني لم يبقى لدي الكثير من الوقت، لكن من ضمن توصياتكم هل هي العودة إلى الإغلاقات؟ يعني أعتقد أنه هي بدها دراسة، هذه الدراسة يعني أنا ما بقدرش أقرر في هذا الكلام، لكن احنا في دراسة واتفقنا بجزء الكل بيعرف، يعني في شفافية في الطرح، الكل بيعرف انه في نهايه الاسبوع وقد يكون قريبا وجدا انه يكون في اجتماع للجنه الاوبئه، ونوصي بما هو خير. شكرا يعني دكتور. خير. نعم. للصالح الصحي والاقتصادي. اذا عضو اللجنه الوطنيه للاوبئه الدكتور بسام حجاوي، شكرا جزيلا لك.